من مبنى وزارة الصحة العراقية وبرعاية معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي، أقيمت لهذا اليوم ندوة علمية اندرجت تحت عنوان الخلايا الجذعية والطب التجديدي. ولمزيد من التفاصيل ابقوا معنا. خصوصاً من وزارة الصحة وبإشراف ورعاية مباشرة من معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي، تهدف وزارة الصحة إلى توفير جميع الإمكانيات المتطورة والتطبيقات الحديثة لدعم البرامج العلاجية في وزارة الصحة. تحت هذا العنوان كانت اليوم إقامة الورشة الخاصة بالخلايا الجذعية والطب التجديدي من قبل مديرية المراكز التخصصية في وزارة الصحة وبالتنسيق مع معهد أوريان في جامعة طهران. استضفنا حقيقة فريق من الأساتذة العراقيين وكذلك الاستشاريين الإيرانيين في هذا المجال، نسعى إلى تبادل الخبرات والتجارب لإغناء هذا الملف خدمة ومصلحة لتطوير أنظمتنا العلاجية التي تنعكس حتما إيجابا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة. تهدف هذه الندوة إلى تقييم الطب التجديدي وخدماته داخل العراق وبناءه بالشكل العلمي الصحيح المبني على البحث العلمي طويل الأمد، ومن ثم الانطلاق من البحث العلمي الرصين إلى التطبيق السريري الذي يكون تحت مراقبة سريرية صارمة وتحت قوانين وأنظمة علمية معمول بها عالميا. يجب أن يبحث العراق على مكان ويؤدي إلى تثبيت مكانه في خارطة العالم في الطب التجديدي لأهمية هذا العلم، ولأنه سيكون العلم الطب الحديث والمستقبلي. قام اليوم في وزارة الصحة ندوة مهمة عن بدء بتطبيقات الطب التجديدي والعلاج بالخلايا الجذعية في بلدنا العزيز، وإن شاء الله تفتح هذه المناقشات الطريق وأمام البدء بتطبيقات المختبرية والبحثية والسريرية وفتح الآفاق لعلاج الكثير من الأمراض المستعصية بإنشاء مراكز رصينة ومراكز بحثية رصينة في هذا المجال.